التوقع ديالي ان المباراه غتسالي بجوج جوج، الا ما تيخدينيش ارجع للفيديو اللي قبل وغادي تشوف التوقع ديالي كان صحيح. سبحان الله، جوج جوج، المباراه سالت بجوج جوج. المباراه صراحه ما كانتش ممتعه، ما كانتش فيها واحد التشويق، واحد المتعه بحال المباريات السابقه ديال ريال مدريد او ديال البايرن. كان واحد شويه تحفظ من جهه ريال مدريد. البايرن حاول جاهدا انه يفوز في المباراه لكن ما تمكنش. ريال مدريد لعب اقل مجهود، تراجع للدفاع، كان كيعتمد على الهجمات المضاده، كيعتمد بزاف على فينيسيوس ورودريجو، السرعه ديالهم، وعارف مزيان ان البايرن عندهم مشكل في الدفاع، وهادشي اللي شفنا ان الكوري يعني دار اخطاء في الدفاع. في الخطا الاول هرب ليه فينيسيوس، الخطا الثاني انه تسبب في ضربه جزاء واعطاها رودريجو. ريال مدريد خرج بنتيجه ايجابيه في الصالح ديالو. بايرن ميونخ اللي كنا هضرنا على انه نقاط القوه ديالو هو ارضيه الملعب، وحاجه ثانيه موسيالا وهاري كين، هادشي اللي شفناه في المباراه، زائد لوروا ساني اللي كانوا كيقولوا انه عنده اصابه ما غيلعبش، لكن شفناه وكان كيشكل خطوره على ريال مدريد، ضيع بزاف ديال الفرص. لعبت المباراه كنشوفوا بلي لوروا ساني حتى هو كان خطوره صراحه على المرمى ديال هو اللي سجل الهدف الاول، صراحه كيشكل خطوره كبيره على ريال مدريد، لكن شوارع صراحه واخطاء دفاعيه كارثيه للبايرن. وهادشي غادي نشوفوه في الاياب في البرنابيو، ملي غادي يكون ريال مدريد غادي يلعب خطوه وغادي يدير خطوه هجوميه اكثر، غادي نشوفوا شوارع نقدر نشوفو كارثة صراحة في الدفاع ديال البايرن. اللي كنشوفو في ريال مدريد هو انه كيعرف كيفاش يهدأ اللعب وانه ينوّن المباراة. التمريرة ديال توني كروز اللي حتى واحد ما كان كيتوقعها انه غتكون هدف، تمريرة حاسمة بالمسطرة من المايسترو توني كروز لفينيسيوس، لانه عرف كيفاش يخرج المدافع ويلقى المساحة في انه يتوغل ويسجل الهدف الاول. رودريجو حتى هو البرازيلي اللي عرف انه كيفاش يصطاد ضربة جزاء. بيلينغهام اللي بزاف الناس غيقولوا ما بانش في هذه المباراه، فالكرات كانوا كيعتمدوا صراحه، الفريق ريال مدريد كان كيعتمد على خطه دفاعيه، والكرات كلها كتمشي لفينيسيوس ورودريجو باش حيت هما اسرع اللاعبين، وعارفين ان اللاعبين ديال البايرن المدافعين ثقال، داكشي علاش كيعتمدوا على فينيسيوس ورودريجو باش يخترقوا الدفاع. وهادشي اللي شفنا، فينيسيوس هو اللي سجل الهدف الاول، والهدف الثاني كان السبب فيه رودريجو، وضربه جزاء حولها فينيسيوس للهدف الثاني. غتكون صراحة مباراة ممتعة في الإياب. المباراة ديال غدا إن شاء الله ديال باريس سان جيرمان ودورتموند غتكون مباراة في نظري غتكون مشوقة أكثر من هذه، وكنتوقع أن باريس سان جيرمان هو اللي غادي ينتصر رغم أن المباراة ملعوبة في دورتموند. هادشي اللي كان في الفيديو.